يلا السلام عليكم مرة ثانية. بدأ تسجيل محاضرة، محاضرتنا مادة الأجهزة الطبية المرحلة الثانية جروب A، مراجعة جهاز الأوتوكليف. جهاز الأوتوكليف هو أحد أجهزة التعقيم من الأجهزة المختبرية، جهاز يعقم المواد الطبية اللي نستخدمها، يعقمها بالحرارة والضغط العالي. اللي دي يصير بداخل هذا الجهاز دي يصير coagulation للبروتينات مال الخلايا الحية وغير الحية اللي موجودة بداخل اللي دريد نعقمها. فجهاز الأوتوكليف تقريبا من أفضل أجهزة التعقيم عندنا والتعفير. أكو تعقيم وأكو تعفير. الفرق بيناتهم التعقيم هو قتل الخلايا الحية، يعني مثلا قتل البكتيريا إلى آخره. التعفير قتل الخلايا الحية وغير الحية والأبواغ. التعفير أشمل من التعقيم. من نقول عفرنا هاي الغرفة، يعني ما راح تفوتون غرف عمليات وغيرها، يقول لك هاي الغرفة معفرة، معناتها هاي الغرفة نقية أو سليمة تقريبا 99%، ما بيها لا فيروس لا بكتيريا لا أبواغ إلى آخره. حتى الجراثيم حتى أبواغ البكتيريات مقتولة، وأصغر شيء مقتول وأكبر شيء مقتول. من نقول تعقيم، لا يعني التعقيم هو هذا الديتول اللي تمسح به، هذا يقتل فقط البكتيريا. فهو أحد أجهزة التعفير والتعقيم، واحد من أقوى الأجهزة، يستخدم بخار الماء المضغوط بدرجة حرارة 134. جهاز فكرته مثل جذر الضغط اللي عندنا من البيوت. جذر الضغط مثل ما يسرع لنا عملية الطبخ، الأوتوكليف يسرع لنا عملية التعفير. الأوفن كان ياخذ ساعات، الأوتوكليف ياخذ دقائق. الأوفن حرارته أعلى يتطلب، الأوتوكليف حرارته أقل. هذا طبعا سؤال مقارنة كنا جايبيه بأحد الامتحانات، قارن ما بين الأوفن والأوتوكليف. الأوتوكليف يستعمل الضغط بالتعقيم والحرارة، الأوفن يستعمل الحرارة فقط وإلى آخره. فيقول لك it's an instrument used moist heat. Sorry. It's an instrument used moist heat sterilization techniques by using steam in the range 121 إلى 134. Steam under pressure is used to generate. هسا واضحة الملزمة. دكتور واضحة. الجهاز يولد لنا بخار مشبع، بخار بدرجة حرارة عالية. هو العنصر الفعال بعملية التعفير. ليش نقول العنصر الفعال effective sterilizing agent؟ لأنه هناك عناصر تعفير ثانية، مواد كيميائية. بعض أجهزة التعفير هي مبخرات لمواد كيميائية، يخلوها بداخل الغرفة، يحطون المادة الكيميائية بيها، تضخ بخار أو عفواً تضخ مادة كيميائية على شكل بخار بالغرفة كلها، ويسدون باب الغرفة يتركوها مثلاً 24 ساعة حتى تتعقم. ذيك الاسترلايزنج ايجنت مالتها هو مادة كيميائية، هنا الاسترلايزنج ايجنت هو مادة، هو المي، هو بخار المي. البخار يكون ويت ساتوريتد ستيم، يعني يحتوي حتى قطرات مي، او دراي ساتوريتد ستيم ما يحتوي على قطرات مي. هاي يعني نوعين من البخار، البخار المشبع بالمياه والبخار الجاف. البخار الجاف طبعا يستخدمون مو بس بالاوتوكليف، يستخدموا حتى بمحطات توليد الكهرباء، يستخدمون بخار جاف حتى يدورون التوربين. Autoclave uses pressurized steam to destroy microorganisms and our most dependable system available in the decontamination. هو أفضل جهاز نعتمد عليه بالتعفير. نعفر به حتى الفضلات. حتى الفضلات. بعض الفضلات اللي مليانة جراثيم وفيروسات ما نحرقها رأساً وما نذبها رأساً، لأنه معناته إحنا ننشر الفيروس بكل مكان. نعفرها قبل لا نحرقها، نعفرها قبل لا نذبها. فهو يستعمل حتى بتعقيم وتعفير الفضلات. الزجاجيات،
الوسائط اللي نقل المواد والى اخره. يستعمل على الزجاج، على الحديد، ولكنه غير مقبول للربر. الصراحة احنا حكينا عن موضوع الربر وقلنا انه لا، يستعمل لتعقيم الربر بس لازم الربر يكون اوتوكليفبل. الربر والبلاستيك لازم يكون اوتوكليفبل. ليش يسموه اوتوكليف؟ لانه الجهاز يغلق الباب مالته اوتوماتيكيا وما تنفتح الا يخلص، فهي جايه من كلمتين فرنسيه واغريقيه والى اخره. ثيوري اوف اوبريشن. هناك ملاحظه قبل لا ابدا اشرح، تذكرون بالاوتوكليف شرحت لكم عن الجراف مال التعقيم. جراف التعقيم ما موجود بالملزمه، بس اجيب اني اسئله عليه لانه انا شارحه ومفصل بيه وراسمه ومشوفكم شنو شلون ده يشتغل. فاللي ده يقول انه احنا نعتمد بس على الملازم، بصراحه لا، شيء كلش خطا، لان الاستاذ هو مو ناريتر، هو مو ببغاء جاي ده يقرا الملزمه، الاستاذ جاي ده يشرح الملزمه، جاي ده يفهم الموضوع اللي بالملزمه. ممكن احنا نشرح اكثر، نتوسع، ممكن نقلل حسب الاستاذ، فاعتمد على شرح الاستاذ اكثر من اعتمادك على الملزمه. Theory of Operation، نظرية التشغيل أو مبدأ التشغيل. يقول لك الأوتوكليف هو جذر ضغط كبير، يعمل بالضغط، البخار المضغوط. البخار المضغوط يوصل المي إلى حرارة عالية، لأن إحنا قلنا المي بالدرجة الضغط العادي ب 100 سيليزي يغلي، بس لما نصعد الضغط المي يبدي يغلي ب 130 أو 140 أو إلى آخره. احنا بدنا نصعد الضغط حتى نصعد درجة الغليان. The amount of heat required to convert boiling إلى آخره. لازم دائما نتأكد انه اكو مي كافي بالاوتوكليف حتى نولد البخار. المراحل التعقيم هي تبدي بسحب الهواء، الـ air removal إذا تذكرون قلنا هذا الجراف مال البريشر او تمبرتشر، وهذا الجراف التايم. البريشر اذا نرسمه باللون الاحمر فهو يبدي بالنيجاتيف، عفوا البريشر يبدي بالروم بريشر، بعدين ينزل، بعدين يبدي يتصاعد تدريجيا لحد ما يوصل مرحلة التعقيم، بعدين ينزل، بعدين يرجع. هذا إذا كان pressure. temperature أيضا تكون room temperature، بعدين تبدي تصعد، تستمر، تبدي تنزل، ترجع للروم temperature وإلى آخره. الشرح مال هذا الجراف مفصل بالمحاضرة الكاملة. فيقول لك أول شيء الاير ريموفال، بعدين ستيم ادمشن يعني إنه نقدم البخار، وبعدين تبدأ الاستراليزيشن سايكل اللي هي تبدأ بهيت اب، هولدنج، وكولينج. هاي المراحل كلها انشرحت بالمحاضرة. هنا هذا جهاز الاوتوكليف. الاوتوكليف يتكون من التالي: سلندريكال او ريكتانجولار تشامبر، حجره اسطوانيه او حجره مكعبه. الساعات مالتها من 400 الى 800، الساعات مالتها مختلفه طبعا، غالبا مصنوعه من الستينلس ستيل. To carry out the high level of pressure and heat، مصنوعه من الستينلس ستيل حتى تتحمل الضغط والحرارة. يكون بداخله water heating system or steam generating system، فالنظام يولد لنا حرارة وضغط. مخارج للستيم: steam outlet and inlet valve، مخارج وصمامات ومداخل للبخار. single or double door،
with locking mechanism, بوابة أحادية أو ثنائية مع قفل, thermostat or temperature gauge, thermostat and وليس or, thermostat حتى نتحكم بالحرارة, temperature gauge حتى نقيس الحرارة, pressure gauge حتى نعرف إيش قد وصل الضغط بالداخل, safety valve و relief valve حتى أولا نتحكم بالضغط اللي بداخل الغاز, عفوا بداخل الشمبر حتى لا يصعد أكثر من اللازم, والريليف فالف حتى نثبت الضغط على مستوى معين. سيفتي فالف للأمان في حالة عطل الريليف فالف, يفصل السيفتي فالف ويفرغ لنا كل البريشر الموجود. هنا برنسبل اوف اوبريشن, الستيم يدخل الحجرة, يدخل جاكيت الحجرة, الجاكيت اللي هو ما حول الحجرة, ومن ثم يدخل إلى من خلال الأوبريتنج فالف ومن خلف الحجرة حتى يدفع الهواء. إذا تذكرون إحنا قلنا ندفع الهواء حتى لا نبقي جيوب هوائية بداخل الحجرة, الجيوب الهوائية الهواء عازل للحرارة فما يوصل لنا تعقيم إلى كل الأدوات. البخار فلوز يعني يجري باتجاه الأمام والأسفل من خلال الحجرة ويخرج من أمام الحجرة. طبعا هاي مو إلزامية, يعني عدة تصاميم, هذا دي يشرح فقط التصميم اللي بالصورة. كان pressure regulator منظم ضغط يحافظ لنا على ضغط الحجرة والجاكيت على 15 بي اس اي, والضغط هذا مطلوب حتى نوصل درجة حرارة 121. الحماية من الأوفر بريشر من خلال السيفتي فالف. الظروف اللي هي الحرارة وإلى آخره اللي بداخل الحجرة نتحكم بها من خلال الثرموستات لحد ما توصل الحرارة 121, ونثبت الحرارة طول المدة. ما هي الحرارة الستاندر والضغط الستاندر بالأوتوكليف؟ Process conducted at high temperature for short time periods are preferred over lower time for longer time. يعني إذا طبقنا حرارة عالية ضغط عالي ولفترة قصيرة, خلينا نقول 15 دقيقة, أفضل من أن نطبق حرارة قليلة وضغط قليل ولمدة نص ساعة. هذا الأول أفضل من الثاني. Some standard temperature pressures employed are 115 درجة الحرارة 10 PSI. هاي الستاندرات, أكو غيرهن, أكو إحنا نقدر نتحكم بيهن, بس هاي تقريبا الستاندرات. 121 درجة حرارة ب 15 بي اس اي, 132 درجة حرارة 27 بي اس اي. ده تشوفون انه البي اس اي الضغط لازم نصعده حتى تصعد درجة الحرارة. ليش؟ لان كل ما نزيد الضغط كل ما تزداد نقطة غليان السائل. الضغط هذا من عندنا سائل هنا, الضغط المسلط على السائل يمنع لنا جزيئاته من الهروب وبالتالي يمنع الغليان. فكل ما نزيد الضغط كل ما نخليه يحتاج طاقة أعلى للغليان. فالمتحكم الحقيقي بدرجة حرارة المي هو زيادة الضغط. زيادة الضغط الـ PSI هي pounds per square inch. هذا الـ square inch 2.5 في 2.5 مسلط عليه pound واحد. pound هو وحدة وزن, تقريبا نصف كيلو تقريبا. فالباوند هو نصف كيلو مسلط على سكوير انش, الانش هي ايضا وحدة مساحة, عفوا وحدة قياس مسافة. سكوير انش هي مساحة مربعة. Autoclaving generally involve heating in saturated steam under pressure of approximately 15 psi to achieve chamber temperature of 121.
But in other applications, in industry, for example, other combinations of time and pressure are sometimes used. يقول في بعض الأحيان في التطبيقات الصناعية نستخدم حرارة ثانية، ضغط ثاني، وقت ثاني مختلف. The processing time is measured after the autoclave reaches normal temperature or normal operating condition. يعني من نحسب نقول احنا نريد 15 دقيقة autoclave، ما نحسب من بداية الاون، لا، وانما نحسب من الضغط وصل للمستوى اللي نريده والحرارة وصلت للمستوى اللي نريده، من هنا نبدأ نحسب الصفر تايم لل 15 مينت. هذا هو الوقت. هاي يجوز 3 دقائق قبلها، ما نحسبها ضمن فترة التشغيل، لأن احنا بعدنا ما واصلين للتمبرتشر والضغط اللي رايدي. Please note that after loading and starting the autoclave, the process time is measured after the autoclave reaches normal temperature إلى آخره, not simply from the time you push the on button. هاي هسه شرحنا. مثل ما تشوفون هذا الشرح جدا مختصر وسريع عن الاوتوكليف. الاوتوكليف احنا شرحنا به ساعات بالملزمة، عفوا، بالمحاضرة الأساسية، وشرحنا أهم شيء كان عندنا الاوتوكليف. شرحنا عن هذا الجراف المهم جدا عن الحرارة والضغط. فتشوفون هنا عندنا هذا تايم، وهنا الحرارة باللون الأحمر والبرشر باللون الأزرق. هنا عندنا الفاكيوم فيز، هنا نبدأ نفرغ الضغط. فتشوفون نفرغ ونرجع الضغط، نفرغ ونرجع الضغط، نسوي خلخلة بالضغط حتى كل الجوب الهوائية تختفي. الحرارة كذلك تصعد وتنزل. ليش دا تصعد وتنزل؟ لأن احنا دا نفرغ بالضغط، وقلنا انه الضغط والحرارة بيناتهم علاقة. بعدها مرحلة الهيتينج، هنا احنا راح نزيد الحرارة فيبدأ يصعد الضغط، تصعد الحرارة لحد ما نوصل النقطة. هنا راح يبدأ عملية التعقيم. عملية التعقيم نثبت الحرارة ونثبت الضغط. هاي عملية الاسترلايزنج. هنا نرجع نسوي فاكيوم مرة لخ، نوخر الضغط فراح تنزل الحرارة. هنا عملية التجفيف. هنا نرجع، يرجع الضغط والحرارة إلى الروم تمبرتشر والروم بريشر. هذا شرح مبسط وسريع عن الاوتوكليف سايكل. للعلم الاوتوكليف سايكل هي مو ثابته، يعني اكو عده اجهزه بعده اشكال، كل واحد عنده اوتوكليف سايكل خاصه به، بس هذه الاساسيه اللي تعتمد فاكيوم هيتنج استرلايزنج فاكيوم دراينج. الاوتوكليف نفسه، صوره، شرح عن اجزاءه، شرحنا العادي اللي هو مثل الطباق، عفوا، مثل جذر الضغط بالبيوت. شرحنا وقتها عن السنترال. سألنا سؤال ليش انه نرتب ال ليش نخلي المواد اللي نريد نعقمها بداخل حافظة وبداخل كيس. من كان يعرف الجواب؟ ليش نخلي المواد داخل الاوتوكليف، داخل كيس، يعني باكينج، ذني باكس، نخلي بداخلها المواد اللي نريد نعقمها وندخلها للاوتوكليف. من يعرف؟ حتى ما تتعقم، يعني عفوا، زينة، وبعدين سمات، شنو زينة؟ حتى يعني ما تتبعثر أو تتطشر أثناء عملية التعقيم. أوكي، سمات. دكتور عمود، يعني نعرف الوقت مثلاً ما يتغير لون التشيس، نعرف أنه خلص التعقيم. شكراً سمات. بعد
صراحة نقطتين أساسية. أولا هذا الأوتوكليف الباك بي لون يتغير لما تكمل عملية التعقيم، فراح نعرف أنه اكتم عملية التعقيم لهذه المواد اللي دخلناها اكتملت. النقطة الثانية سيلف سيل، طبعا هو ينغلق. النقطة الثانية هي ما تمنع التعقيم، ما تمنع البخار، ما تمنع الحرارة أن توصل، بالعكس تدخل. نعم دكتور يعني يكتبون اسم الأداة الموجودة جوا هذا الكيس على مود، وبعدين طبعا ما يطلعوها إلا في وقت العملية مثلا شكرا. هم يحتاجوها يفتحوها من هنا هاي الكيس. اهم نقطة زيد، تحافظن على المادة معقمة، طبعا يكتبون عليها الاسم حتى يرجعوها يعرفون هاي من يا صالة، من يا غرفة عمليات، حتى باكر عقبة لا سمح الله اذا بيها فيروس او بيها جراثيم وموتت انسان يرجعون على البروسس كلها، هذه بيا جهاز تعقمت، بيا وقت تعقمت، هل حصلت التعقيم اللي تحتاجه، هل الجهاز بيه مشكلة، هل المشكلة بالاوبريتر، وهل انفتحت قبل العملية لو لا. هنا هذه تبقى مغلقة مثل ما قال زيد، تبقى هاي العلبة مغلقة لحد وقت العملية، بالعملية فقط يلا يفتحوها من التشيس مالتها، فراح تبقى معقمة. إذا انفتحت قبل العملية ما حد راح يستخدمها، ما حد راح يخاطر بفيروسات تدخل للمريض أثناء العملية، فهي بها عدة أهداف وأسباب. هذا طبعا للمواد اللي مو يعني ما تحتاج تدخل عمليات وغيرها، مثلا الهدوم إلى آخره، الهدوم أيضا تتعقم. لهنا أنا أعتقد انتهى الأوتوكليف، ناخذ ريست ونرجع على المحاضرة اللي بعدها. خلينا نسوي امبورت للمحاضرة اللي بعدها. شكرا على الصوت الدرل. المحاضرة اللي بعدها محاضرة الواكس باث. وين راحت؟ جات. ناخذ رست شوية طلاب ونرجع على المحاضرة اللي بعدها. نوقف التسجيل.